السيد راه ولد جيراني راه ما شمكر ما كيشرب راه من بلي ما حتى شي حاجه، ولكن هاد الدري اللي عطاه الفانيد هو اللي خرج عليه، حيت عطاه واحد فانيده هو اللي خرج عليه. تخطيو حيت الدري ما كيديرش هادشي. انا ما فهمتش، خرج اللي خرج لقيت با غادي نبي، ما فهمتش انا كنصحاب با جاي صيد ضرب شي حد، ملي خرج لقيت با غادي نبي مالكم مالكم، كيقول لي راه وعادي الولد راه قتل اربعه الناس، ولا اربعه الناس شنو؟ ملي جيت نشوف لقيتو راجل بنت عمي تا هو اللي ميت معاهم. ملي هبطت كنجا كيبان لي على الباشا ما فهمتش حاجه، صدمت صدمت حتى في الولد اللي قال هادشي. ها نقول لكم ضاربين نقول شي دراري كله، واش كيقول لك راه باقا لدابا والدي باقا ما مشيتش عنده، الله غنهبط نتسناو سيدي ندفنو عاد غنهبط عنده. ما فهمتش واش كيقول، كله واش كيقول، شي يقول لك راه مضارب بس زعما كاين الولد حيت ما كيديرش هادشي، حيت هو قالها حيت الدري اللي قالك اللي عاطفين دوه معاه، هادشي اللي كيقولوا الناس، كيقول لك حتى الولد اللي عاطيه ثاني تا هو داه وداه معاه، هذه المشكله حيت الدري ما كيدير حتى شي حاجه. انا نحلف عليه مزيرين السيد راه احسن واحد، دابا راه كيجيني خايب بنت عمي راه اكثر من خويا، عمرها ما خلاها بشي واحد ولا عير شي واحد تكون شي مضاربه عندنا ولا تكون شي حاجه، هو الاول اللي دخل هو اللي فك هو اللي صالح هو كلشي، ورا باقي واحدين راه باقي واحدين، كيقول لك شي يقول لك ثلاثه شي يقول لك جوج، نضرو مسكين هنا حيت انا ما مشيتش معاهم، حيت اختي اللي مشات وعرات عليه نضرب هنا، والولد اللي مضرب نضرب هنا، الاخر اللي ميت حداه بلاصه في البلاصه دولات، ما حيت انا نسيبو عمي دابا كان هو اللي غيقتل الدري، هو اللي غيتيري فيه هو الاول، قال لي حيد حيد من قدامي جيتيني راجل كبير، اما قلت لك حتى الاول مع الهرب اللي غيهرب عمي نسيبو مسكين جاي تيرا في نسيبو تيرا في، قال لك مات في البلاصه ما سمعت تيرا في خرج الدم من فمو والدمايات صافي مات، ما تحركش ما سمعوش منه ما حتى حاجه، ما قال اح ما قال مهمتي طاح في البلاصه، ما كاين لا ظهرك خصنا نديرو البوليس، ما عندناش البوليس صدر حال علاك، وكان هاد البوليس وشافوا هاد الولد داير الحاله يخلوه يضرب حكا ما غيضيعوش عائلات، ما غيضيعوش عائلات، ما ضيعوا دابا هو وضيعوا باه امو حالته حال يلاه فاتحه عمو يلاه فاتح، وما يضيعوش هاد الناس اللي ضيعونا فيه حنايا، راه خونا ماشي قول بانا راد لينا البال وراد لينا ضيعونا في كل شيء، خاص كون كان البوليس ما يطراش هاد الشيء، بغينا البوليس يجيو لنا في الكوليج في كل شيء، حيت ولادنا كيقراو والبارح نهار اللي غيصبح يطرا هاد الشيء، جا واحد بالموس ودخل الكوليج كاع الدري تريتيلهم كل شيء ريتيل بالموس، دابا دابا الكوليج كل شيء داير الاضراب، دابا الولاد كل شيء مابقاش كيقرا، انا عندي بنت وولدها بحبست من المدرسه انا تخدمت الكوليج بموسو كيضرب في عباد الله، راه هبطوا دابا نيت الكوليج سول الاساتذه سول المدير شنو غيقول لكم بموسو تعقلوه ما اعتقلوش روح باقي كاين حتى شي حاجه، كاين الشماكري واقفين في الباب ما كاين حتى شي حاجه، البنت غادي جرها صحه وعلى باقي غتخري ولادك، البنت غادي كجرفه كجرفه صحه، اش بقى راه ولا الخوف على الدري ما غيديرش هاد الكاميرات، ملي كيشوف واحد يلاه مهرس طوموبيلات مهرس روينه دوز الشهر وخرج عاود نفس المشكل، عاود هو البارح ضرب هرس طوموبيلات السويقه ضرب الدراري في المدرسه الدريات، والدري تا هو ما غيديرهاش كيشوف ما كاين حاجه، غادي هذاك تشد ويخرج هذاك ضرب ويتشد، ما كاين حتى عندنا حتى شي حاجه، كنعانيو كنعانيو، خاصك تمشي مع ولادك وتجي معاهم والظلمه وليتي كنتخاف انت، يعني ما كاينش ما كاينش الدور ما كاينش كاينش لا ضو ولا امن لا ما كاين، الما راه حارم مدخلين العوينه سير زقي منا زير زقي من البوادس، هادشي اللي حنا الخويا بغينا البوليس بغينا الامن باش نصيفط ولادنا يقراو، بغينا ولادنا باش يقراو، دابا ماشي تصيفط الدريه ومشطون عليها شطون على الدريه غيشد كيجر فيهم صحه، ودابا والله ما مشطون باقي في دارهم حنان، والله ما مشدود باقي في دارهم، كنت عارفوا هاد السيد انا عارفو باقي في دارهم مشدود ما حتى شي حاجه، عادي هرس لا هو عنده شي واحد في عائلتهم لاباس عليه حيت يلاه مدوز الشهر مهرس شحال من طوموبيل وخرج، راه غير ما عندوش واحد في عائلتهم كيتشد كيخرجوا يلاه خرج من الحبس دار اكثر منا بزاف